برحب بحضراتكم مرة تانية. ابدأ ده عنوان مبادرة هامة جدا بتتبناها مؤسسة حياة كريمة، هذه المرة راحة ناحية قطاع مهم جدا وهو قطاع الصناعة. المبادرة ابدأ هدفها ان هي تجمع الحرفيين والصناع وتحيي صناعات الصناعة المحلية عن طريق عدد من الخطوات. عايزين ننمي الصناعة المحلية ونقلل الاستيراد. المبادرة فيها عدة مميزات لمن عنده الرغبة ان هو يستثمر في الصناعة ويبدأ مشروعه الصناعي، من خلال هيتم وضع اعطاء الارض حق انتفاع، اعفاء من الضرائب 5 سنوات، عدد من المميزات عشان تقدر تدفع قطاع الصناعة من خلال مبادرة تبدأ. خلينا نعرف جوانب هذه المبادرة ومميزاتها من خلال ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عصام فوزي، رئيس قسم اداره الاعمال ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعه العماليه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح الخير، ازيك يا سمح؟ استنى حضرتك بس نتابع هذا التقرير نعرف منه جانب من جوانب هذه المبادره ونبدا حوارنا مع دكتور عصام. خليكم معنا. بمشاركة 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022 تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية. يشارك في المعرض 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم في إطار مساهمة الجهاز في تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف أوجه الدعم لذوي الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين في نسيج الوطن وفاعلين في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعين منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية. الدورة الحالية للمعرض تشهد تخصيص جناح كامل لخدمات جهاز تنمية المشروعات ليتيح لزوار المعرض والشباب التعرف على كافة خدمات الجهاز المالية وغير المالية والتقدم للحصول على هذه الخدمات، بالإضافة إلى التوعية بالمزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة القائمة والجديدة، ما يعد فرصة للاستفادة من هذه الخدمات المتنوعة. الجناح يضم مجموعة من الخبراء المتخصصين من الجهاز لتقديم عدد كبير من الخدمات التسويقية والفنية لكافة المشروعات التراثية، سواء من العارضين المشاركين أو من أصحاب المشروعات التراثية بوجه عام، والذين يحتاجون إلى استشارات فنية أو تسويقية لتطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها. طبعا التقرير احنا كنا بنشوفه ده تقرير عن معرض تراثنا، هو مش بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم بيه او الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، وهو موضوع الصناعه وكيفيه توطين الصناعه المحليه وزياده نسبه المنتج او العنصر المحلي في اي من الصناعات حتى تكون صناعه محليه خالصه خطوه بخطوه. تراثنا ان شاء الله هيكون عندنا فقره هنتكلم عليه، وهنتكلم ايضا عن ازاي قد ايه تراثنا قدر ان هو يكون مكان ينتظره المصنعون المصريون من العام للعام لعرض منتجاتهم، وده بالتاكيد بيساعد على الحفاظ على الصناعات وعلى الحرف التقليديه ومتنفس للصناع للترويج للسلع بتاعتهم. بنتكلم برضو عن موضوع اخر كله بيدور في اطار الصناعه وكيفيه توطين الصناعه المحليه. عندنا صناعه يمكن البعض استغرب ان هي صناعه، لكن صناعه هامه جدا وبقت ليها سوق كبير قوي، والمنتج المصري ليه تواجد كبير جدا، وهي صناعه التمور. في أسوان في هذا التوقيت بيقام المعرض الدولي للتمور، وزميلنا أشرف مبارك موجود هناك هيعرفنا عن فعاليات اليوم الثاني وأهم مميزات هذا المعرض، عدد العارضين اللي متواجدين فيه، وقد إيه هذا المعرض بيكون أيضا مكان لتسويق المنتج المصري من التمور. يا أشرف صباح الخير، وفي البداية الجو عندك عامل إيه في أسوان؟
صباح الخير يا محمد. يعني الاجواء هنا ممتعه في محافظه اسوان، بنتكلم عن مهرجان ترويجي كبير جدا للتمور في نسخته يعني السادسه. يعني جميع مهرجانات التمور يعني كما هو معتاد كانت بتقام في محافظه مطروح وتحديدا في واحد سيوه، ولكن هذا العام يعني تم توقيع بروتوكول مع جائزه خليفه لنخيل التمور وتنظيم هذا المهرجان داخل محافظه اسوان على ضفاف هذا يمكن النيل الخالد. يعني اذا تحركت الكاميرا خلينا سوف يعني نرى هذا المظهر الجمالي المبدع لنهر النيل، ويعني جمال محافظه اسوان من اثارها ومن حضارتها، وايضا يعني منطقه النوبه الجميله. يعني هذا النيل الذي يعني يروي جميع المصريين وهو شريان الحياه في مصر. يعني حرصت الدولة المصرية على تنظيم هذا المهرجان من أجل الترويج للسياحة المصرية وأيضا الترويج لمحافظة أسوان، كما نعلم أن يعني هذا المهرجان يعني يقام للعام السادس على التوالي بمشاركة يعني نحو 114 عارض في 73 جناح. نعرف طبعا أيضا أن مصر يعني تستحوذ على المركز الأول عالميا في تصنيع وتصدير التمور، يمكن 9 مليون طن يتم تصديرهم من التمور في مصر. نتحدث عن يمكن 16 مليون نخلة يعني تم زراعتها في مصر خلال الفترة الأخيرة. مصر بتحتل المركز 18 عالميا والمركز 24 عربيا من حيث يعني تصدير التمور. بنتكلم ايضا على ان مصر فيها يمكن نحو 140 مصنع لتصنيع وتعبئة التمور، وهناك يمكن 24 مصدر. كنت بالامس في حوار مع امين عام جائزة خليفة الدكتور عبد الوهاب زايد للحديث ايضا حول اهمية مهرجان التمور ودوره في تشجيع هذه الصناعة في مصر. تحدث عن ان الجائزة تسعى بالتعاون مع الدولة المصرية لتحسين او كميات تصدير المصدره من مصر. يمكن بنتكلم عن ان كميه المصدره من تصل ل 5% من معدلات الانتاج. بنتكلم عن ان مصر محتاجه ما زال ثلاجات للتبريد، يعني محتاجه لامور الخاصه بالحفظ اكبر لتحسين عمليات التصدير. يمكن الدكتور اسعد عبد الفتاح تحدث عن مبادره تصل ل 100 مليون دولار للتصدير، وكان استطاع التمور يمكن بيحتل مركز رئيسي في هذه المبادره. وايضا سياده الرئيس يمكن دشن في الفتره الاخيره يعني مساحه لزراعه هنا في اسوان في منطقه تشكى، هذه المساحه تصل الى نحو 2.2 مليون يعني متر لزراعه النخيل. يعني هذا المشروع الكبير سوف يجعل محافظه اسوان من اكبر المحافظات لتصدير التمور في العالم. على فكره ايضا بيشارك محافظه اسوان في هذا الامر محافظه الوادي الجديد ومحافظه مطروح وايضا منطقه الواحات البحريه التابعه لمحافظه الجيزه. يمكن كل المحافظات اتجهت في هذا السيناريو ايضا لتنظيم ملتقات التمور. يمكن كان الاسبوع الماضي كان هناك ملتقى تمور في محافظه الوادي الجديد في النسخه الثانيه، ايضا محافظه الجيزه نظمت العام الماضي ملتقى التمور في منطقه الواحات البحريه. اذا بنتحدث عن قطاع مهم جدا الدوله بتتجه اليه في الفتره القادمه لزياده معدلات الصادرات ويعني تنفيذ مبادره الرئيس لوصول معدل الصادرات لنحو سامعني يا اشرف كويس؟ طيب يعني اشكر زميلنا المصور اللي موجود معاك اللي نقل لنا اللقطات الرائعه ديت من اسوان. ونصيحه ليك اشرف، لو معاك كوبايه ميه نظيفه في المكان دوت في اللي انت واقف فيه دوت تقدر تشرب من ميه النيل. احنا معاك اشرف، متشكر جدا على هذه الاطلاله، ومعاك بقى تعرفنا عاملين ايه مهرجان التمور عامل ايه، وما تنساش طبعا ان انت تدوق من التمور ده. اشكرك جزيل الشكر. طيب هنرجع تاني لموضوعنا. ابدا تأكيد ابدا ليها دلاله اللي في فيما يتعلق بمبادره حياه كريمه لدعم الصناعات المحليه. دكتور عصام فوزي رئيس قسم اداره الاعمال ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعه العماليه، برحب حضرتك مره ثانيه يا دكتور. يعني في البدايه حضرتك شايف ازاي المبادره، مبادره ابدا اللي بتطلقها مؤسسه حياه كريمه لدعم الصناعه المحليه؟ مبادره ابدا كان ليها هدف رئيسي. هدفها ان انا اخلق صناعه معرفيه تنافسيه متنوعه. يعني لازم الصناعه تكون صناعه معرفيه وتنافسيه وفي نفس الوقت تكون متنوعه. فبدات فكره ان انا ازاي اعمل القصه دي. قبل ما بدانا نفكر في ازاي نبدا بان انا اخلق الصناعه دي واعمل عمليه توطين علشان اعمل حاجه مهمه قوي، ان جات لنا فرصه وهي محنه حولناها لمنحه، اللي هي
الجائحة بتاعت كورونا. كورونا تمام. اللي بعديها حصل المشاكل العالمية والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. حصل ان مش احنا بس، العالم كله انتبه ان لو انت مش بتزرع اكلك وعندك حاجتك ممكن الامور توصل معاك لحاجة مش كويسة. فالحمد لله ان احنا كنا بادئين بدري شوية، ان احنا قبل ما نعمل المبادرة دي وقبل ما نفكر في التصنيع سواء توطينه او مشاركة مع اخرين كنا بدأنا نعمل الصح. الفترة اللي تم فيها التجريف وما كانش فيه ولا بنية تحتية تساعد على القصة دي ولا وسائل نقل او طرق تساعد على القصة دي ولا وجود كهرباء كفاية حتى الاستهلاك المحلي. صحيح. مفروض قبل ما افكر في التصنيع افكر يكون عندي الفائض اللي هقدر اشغله في التصنيع، ولا وجود اماكن محطات لوجستية سواء علشان تخدم الموضوع والصناعي والخدمي، ولا في مدن جديدة. كل الموجود المدن القديمة المخنوقة. فإحنا خدنا ولله الحمد، يعني ده كرم من عند ربنا إن إحنا كنا ماشيين في القصة دي وشوطنا، يعني خدنا شوط كبير جدا فيها. طيب بعد ما انتهينا منها بدأنا بقى نفكر إزاي نعمل توطين للصناعة، ازاي نعمل صناعة تنافسية، ازاي نعمل صناعة متنوعة. فبدأت فكرة ابدأ اللي قايمة على ثلاث محاور. طيب خلينا نعرف المحاور دول من حضرتك، بس نتابع هذه المرة التقرير عن مبادرة ابدأ ونكمل كلامنا مع حضرتك دكتور. بتكليفات رئاسية تم اطلاق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية لدفع قطاع الصناعة في مصر الى افاق جديدة، وذلك بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ تأتي انطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية ولأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد. المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة. تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى ثلاثة محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب. ويطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات، شركة مساهمة مصرية والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة. طيب دكتور عصام، كنا بنتكلم على ثلاث محاور خاصة بمبادرة ابدأ اللي بتتبناها مؤسسة حياة كريمة، ايه هم الثلاث محاور دول؟ المبادرة بدأت قائمة على ثلاث محاور. المحور الاول اللي هو موضوع المشروعات الكبرى، الاهتمام بالمشروعات الكبرى سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم، بس هي بتتعمل بطريقة مختلفة عن طريقة التفكير اللي كان بتتعمل قبل كده. زي مثال زي إيه يا دكتور؟ مثال على كده اللي تم، إن أنا في المبادرة ديت بدأت أجمع، ودي عملية كانت صعبة جدا، الشركات المتنافسة لعمل كيان كبير زي بالظبط الشركات المالتي ناشونال. اجي الشركات الاجهزه الكهربائيه، وده تم بالفعل، يعني تم في 33 شركه مصريه بالتعاون مع 20 شركه اجنبيه من 12 دوله، ان انا اجمع الاجهزه الكهربائيه، ده مثال يعني، لكن في قطاعات تانية بس خلينا نتكلم في الاجهزه الكهربائيه، ان انا اجمع المتنافسين في كيان واحد معاهم صناعات تغذيه بمنتجات وخامات مصرية بعيدة عملة مصرية، بحيث ان انا اعمل كيان كبير تدعمه. ودي اللي كان مهم اللي كان بينقصنا، ان انا اكون عامل دراسات
وعندي الداتا وعندي المنافس الخارجي بيعمل ايه، وكل ده اجمعه وابتدي اشتغل على اساسه. حصل ان تم تجميع اكتر من شركه، زي ما بقول لك 33 شركه، 33 كيان داخل الشركه، منها قطاعات زي الاجهزه الكهربائيه، الاسمده، الخدمات اللي هي بتاعه الاجهزه الاتصالات، الصناعات الثقيله، كل دي بدانا نجمع فيها الشركات اللي كانت كل واحد تحت نفس المسميات او المنتجات اللي هم بيعملوها ولكن داخل كيان. ليه؟ عشان اوصل لنفس الفكره كانت بتاعه الصين. هي الصين بتتفوق على الناس في ايه؟ ان عندها حاجه اسمها ماس برودكت، يعني انتاج كبير. كل ما تجيب انتاج كبير بيحصل ايه؟ انك انت الوحدات اللي انت بتنتجها بتتقسم المصروفات الغير مباشره عليها، توصل لسعر منافس في السوق، مع الاهتمام بنوعيه المنتج اللي كنا بنفتقدها، اللي هي دي بقى المحور الثالث اللي شغالين فيه، اللي هو البحث والتطوير والتدريب. ان انا لما اجي بدل ما كنت بنتج مثلا 1000 وحده في الشهر كمثال، لا ممكن لو انتجت مليون وحده، سعر الوحده هنا هتختلف عن سعر الوحده اللي هي، هيتيح لي فرصه للتصدير. لان احنا بنستهدف في 2030 100 مليار تصدير. طبعا. ده جزئيه كبيره جدا هتساعد في القصه دي، ان انا اعمل صناعه تنافسيه، ان انا افهم السوق في ايه، ويكون اسعاري اسعار تنافسيه، والصناعه تكون متنوعه، يعني ما اخش حاجه لوحدها، لا اكتر من مجال وفيها المعرفه معرفتيه. طيب ده اول محور. ده كده بنتكلم لسه في اول محور. ده المشروعات الكبيره. طيب المشروعات الكبيره دي اللي انا بجمع الجزئيه دي، اللي انا مستهدف اساسا 200 مليون مليار كاستثمارات عشان يوفروا لي 150 الف فرصه عمل. تمام. المحور الثاني ان انا ادعم الصناعه. يعني ايه ادعم الصناعه؟ ادعمها من الناحيه الماديه والمعنويه، ان انا ابتدي اركز على المصانع اللي تعثرت او في سبيلها ان هي تتعثر نتيجه الاحوال اللي موجوده او قفلت. ازاي ارجع اقومها تاني؟ لان ابدا في حاجه وتنتهي صعبه، لان بكون خدت شوت كبير وصرفت كتير وفي خبرات متراكمه موجوده في المكان ده بحاول تاني اردها. ده المحور التاني. المحور التالت اللي كنا برضو بنفتقده، اللي هي بقى احنا كنا بنتكلم على الصين، لا نتكلم بقى على المانيا. المانيا قامت بايه؟ بالايد العامله المدربه. صحيح. اللي هي المحور التالت بتاع البحوث والتدريب والبحوث والتدريب والتطوير. ده محور مهم جدا يا دكتور. نعم. ده محور مهم جدا. ده بقى اللي شغالين عليه في الجامعات. زي ايه؟ زي ما انا باجي ابتدي اشوف الشخص اللي موجود ازاي اوفر له مناخ عمل مناسب، وازاي اخلي له فرصه عمل لائقه. اول حاجه لازم اغير ثقافته. ثقافه ان انا اتعلم تعليم اكاديمي عشان اخد بكالوريوس وفي النهايه مفيش، لا ليه ما نقعدش ونعترف بالقصه دي ان هي قصه مش مظبوطه. ليه تملي بنفتخر باليابان بالعمل الياباني اللي هو على المكنه بتاعته بس ومش عارف ايه اللي بيحصل بعد كده هوت، لكنه بيجيد العمل على المكنه؟ ليه بنفتخر بالعامل الالماني؟ يعني انا كنت في احد الزيارات لما كنت بسال ليه العربيه حتى الالمانيه المنتجه في مصر سعرها اعلى من المنتجه في المانيا؟ فكان الشخص نفسه اللي هو بتاع المصنع الالماني قال لي عشان انتوا لما تيجوا بتركبوا مثلا الازاز اللي بنسميه بريبليز اللي هو الامامي ده، احنا بنركب في العربيه واحده، انتوا بتركبوا في العربيه يا اتنين يا واحد ونص. وبركبها فين اتنين وواحد ونص؟ قال لي العامل لما بيكونش متدرب ولا الفني متدرب بيكسر. صحيح. او بيركب بطريقه مش صحيحه فيبتدي فعمر الحاجه بيقل، فعشان كده سعرها بيزيد. يعني معناها هنا العامل عنصر اساسي. طب العامل ده اعمله ازاي؟ اعمله باللي بيحصل دلوقتي. يعني احنا مثلا عندنا في الجامعه عاملين شراكه مع وحده تطوير في جامعه اسيوط. أيوة. اسمها ILLU. الوحده دي بنعمل دبلوم مهني بعيد خالص عن الاكاديمي وكده، هو الولد ياخد القدر التعليمي المناسب ليه
أو أيوة. المحب لأسرته زي الثانوية العامة، دبلوم تجارة، زراعة، صناعة، أيا كان. تمام. وبعد كده هو نبتدي نديله ساعات، يعني كريدت أورز 480 ساعة. فمن 480 ساعة إيه؟ أنا بعده نظري وعملي، بس النظري 30% والعملي 70%. فين؟ في موقع العمل. عشان أطلع منه فني. فني مش عيب يا جماعة، ده فني دي حاجة عظيمة جدا. بطلعه فني مثلا خدمات بترولية، فني مساحة لحضرتك اللي بتشوفهم بتوع اللي بيعملوا مساحة، فني صحي اللي هو بيبقى مساعد الممرض، فني إشاعة اللي هو بتاع الإشاعة والتحاليل، فني كهرباء اللي هو مساعد مهندس الكهرباء، فني ميكانيكا المساعد مهندس الميكانيكا، فني كمبيوتر اللي هو مساعد المبرمج. الناس دي مش لازم يكون عندي مليون مبرمج، مش لازم يكون عندي مليون واحد بتاع مساحة، مليون مهندس، مليون دكتور، لا. ده الأهم منهم القاعدة، احنا بنفتقد للقاعدة. والقاعدة اللي يكون مدربة ان هي تاخد 70% من دراستها من ناس بروفيشنال. هعلمه تسويق، يبقى اجيب له واحد من شركة مالتي ناشونال مسوق يقول له كيسز، حاجات حصلة بالفعل، هنا بنعمل ايه، هنا بنعمل ده ايه، ده اللي حصل يا دكتور يعني؟ نعم. ده اللي حضرتك، ده اللي حصل على الارض، ده دلوقتي احنا عاملينه فعلا، عاملين شراكه ما بيننا وما بين جامعه اسيوط، بندي الدوره ديت، يعتبر مصاريفها ما فيش. خرجت دفعات منها يا دكتور؟ في دفعات اتخرجت، في دفعات اتخرجت. وعلى فكره للاسف، مش عايز اقول للاسف بس دي حاجه كويسه لمصر، برضه خدت مصر اكترهم سافروا دول الخليج. احنا جالنا من السفاره الايطاليه ان احنا كانوا عايزين، وبنعمل هنعمل الدوره دي مستقبلا، عايزين لحامين تحت المياه عشان المواني. احنا عندنا ايد العامله وعندنا الفني الشاطر، صحيح، وعندنا الراجل اللي يدرب الناس ديت. فعادي خلاص اوكي، قلنا لهم هنجهز لكم ناس لكده. كل الخليج بياخدوا المساعدين الاطباء اللي هم التمريض وبتوع الاشاعه وبتوع المساحه وبتوع الخدمات الطبيه وبتوع اداره الاعمال اللي هم بيشتغلوا تحت المديرين دول. احنا مفتقدينهم، احنا مفتقدين قاعده. الناس متخيله ان ده سهل، لا، ده بره ده سعره اعلى من الشخص اللي هو بيخطط او بينفذ. المنفذ ده حاجه عظيمه جدا لان هو اللي بيتم بيه الحاجه، صحيح. فاحنا بدانا الموضوع دوت وخدنا موافقه من المجلس الاعلى للجامعات، كانت جامعه اسيوط، احنا خدنا منهم شراكه لان هم كانوا موجودين داخل اسيوط وكانوا مديها للقطاع الخاص، قالوا لا احنا نشتغل مع حاجه حكوميه. فبناء عليه عملنا البروتوكول ده اللي بدا تنفيذه من الشهر ده، يعني الصدفه هي اللي جمعت كل ده عشان ايه؟ عشان نعمل جيل جديد قادر ان هو ياخد البلد دي. ورافعين احنا شعار يا ابن مصر ابن مصر. يعني لو كلنا بدأنا نشتغل بالشكل دوت. وعلى فكرة عندنا دكاترة الجامعة وفنيين بيدوا مجانا عشان يساعدوا الناس دي. ممتاز. طيب عشان نرجع تاني لابدأ، إلى أي مدى يا فندم هذه المبادرة بيكون لها دور في توطين الصناعات زي ما احنا قلنا الكبرى والصناعات الأخرى، لكن دور القطاع الخاص إلى أي مدى هذه المبادرة بتدعم دور القطاع الخاص في هذه الصناعات؟ هو التوجه دلوقتي إن أنا أدي حيز من الكيكة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص. لأن أكثر الدول المتقدمة قايمة على القطاع الخاص، القطاع الحكومي ده قطاع منظم. يعني جهز لي البنية، جهز لي الكهرباء، جهز لي المدن. لكن المفترض اللي هيشتغل هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هيكون بالمبادرة دي وغيرها ليه نصيب كبير جدا في تكوين الاقتصاد المصري. ان احنا لما جينا ركزنا الوقت على الصناعه، الصناعه دي عباره ايه؟ زي ما قلت لك بقى، اللي هو المحور الاولاني ان انا بجمع شركات القطاع الخاص واحط لها كيان عشان يقدر ينافس، حتى لو هم هيشتغلوا انديفيدوال فردي، اشتغل فردي، لكن في النهايه في ضمن استراتيجيه، ضمن استراتيجيه وضمن حاجه معروفه. احنا كان مشكلتنا ان كل واحد شغال، لكن عشان ايه؟ ما كانش حد عارف عشان ايه. لكن احنا الوقت عملنا امبريلا، مظله للشغل. احنا هنجمع دي اجهزه كهربائيه، احنا هنجمع دي اسمده، احنا هنجمع دي صناعات ثقيله. فبناء عليه هنبتدي، عارف حتى دي مفيده في ايه؟ المجهود. المجهود لما بتعمله وانت عارف بتعمل ايه، يعني حاطط استراتيجي، عندك فيجن، عندك رؤيه،
دي بتسهل كتير قوي قوي قوي، لانك تعرف انت هتعمل ايه، لدرجه ان احنا محددين الاستثمار المبدئي، محددين الاخطاء اللي كنا بنعملها بقى، ان احنا بنقول وبس، ده احنا محددين الفتره الزمنيه اربع سنين عشان يبقى في حاجه تحاسبه، يعني عارفين بعد سنه يحصل ايه، بعد اتنين يحصل ايه، الحاجات المغذيه محددينها، مين اللي هيشتغلها محددينها، محددين بنوك عشان تبتدي تدي للمشروعات اللي هي متناهيه الصغر او الصغيره او المتوسطه ازاي تدعمها مادي، ما بسيبش ناس كده. بدانا نجيب في الاراضي زي ما المبادره اللي هي بتاعت ابدا، ان انا اديك، انت مش عارف تجيب ارض، لا ده انا بديك، وفي بعض الاماكن وطنت فيها عمليه المدن الجديده زي روبيكي زي كده، ان دي جلود على فكره ومعمول كيان برضه للصناعات الجلديه وحطيناها المدينه بتاعتها، تروح تاخد مصنعك موجود مجرد تنزل تبتدي تشتغل. يعني احنا محتاجين بس حاجتين اللي هم اساس التغيير. اي تغيير محتاج زي الطائر جناحين، جناح للاداره وجناح للاراده. احنا الاداره دلوقتي بدات تقول هنعمل ايه، فاضل اراده بقى الاشخاص والشركات ان هم يساعدونا في القصه. شكرا جزيلا الشكر يا دكتور، وشرفتنا دكتور. الدكتور عصام فوزي رئيس قسم اداره الاعمال ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعه العماليه، اهلا بحضرتك يا دكتور وشرفتنا جدا. طيب هنطلع معاكم دلوقتي الموجز لاهم الاخبار الاقتصاديه، وبعده في حوار اخر او في وقفه اخرى مع زميلي عمرو عبد المجيد، خليكم معانا.